الفيديو الثاني بالنسبه للواجهه بتاعتنا شباب المحلات بيقول لك ذا كار درايفر كفر ذا ديستانس 3000 متر ان 100 سكند. If the first 1000 متر were covered by the average speed 20 متر per second, calculate the average speed of the remaining distance. هو بيجيب نفس الفكره، يلا هديك وقت تحل فيه. بص يا شباب معايا بقى، هو هنا بيتكلم ايه؟ هنا قريبه لفكره المساله اللي فاتت ولكن فيها يعني تركه بسيطه. ازاي؟ انت مش بتقول الفي داش هي عباره عن التوتال ديستنس ديفايدد التوتال تايم؟ اه. طيب حضرتك الراجل ده مش حاطط لك ادي الدي 1 وادي الدي 2 والتي 1 والتي 2. هو الراجل قال لك بقى ان الزمن التاني هو خد 1000 متر، ادي 1000 متر. بس خدهم بافريج سبيد، السبيد بتساوي الديستنس على التايم. خد ال 1000 متر دول ب 20 متر بير سكند، السبيد بتاعته كانت 20 والديستنس كانت 1000، لكن انا ما اعرفش التايم. فهجيب التايم. التايم هيبقى كام؟ 1000 اوفر 20 فهيبقى كام؟ 50 متر بير سكند او 50 سكند قصدي. طيب حضرتك التايم كله كان كام؟ كان 100 ثانيه. يبقى التي 2 بتساوي 100 سبتراكت 50 يبقى 50 سكند. طيب الدي 2 بتساوي كام حضراتكم؟ مع حضرتك المسافه كلها 3000 متر، يبقى انت عندك 3000 سبتراكت 1000 متر اللي هو قطعهم في الاول هيطلع لي 2000 متر. ابدا بعد كده اجيب الافريج سبيد الفاضله الفي اوف ريمينينج ديستنس. الفي هتساوي الدي اوفر تي، يبقى انا عندي 2000 متر ديفايدد 50 هيبقى 200 اوفر 50. يلا نشوف 200 ديفايدد 5 ايكوال 40 متر بير سكند. دي المساله دي. شوف المساله اللي بعديها، عاوز البروبلم بتاعت ريليف سبيد. يقول لك the car A of the speed 60 km per hour and the car B move in the same direction by 90 km per hour. Find the relative speed of the car B relative to. Stand, observer stand on the ground. انا واحد واقف على الارض. فانا دلوقتي هنشوف العربيه اللي سرعتها B دي بكام؟ ب 90 km per hour. واحد في الكار B. فانت هتقول له V relative speed بتساوي الديفرنس ما بين السبيد، يعني V2 سبتراكت V1، يعني 90 سبتراكت 60 يبقى 30 متر بير سكند. What is your conclusions؟ هنقول له ايه؟ الكونكلوجن بتاعتي باريز موفز ان سيم دايركشن، ريليف سبيد ايكوال ديفرنس بتوين سبيد. وممكن يكون بالكونكلوجن يوصل بيها حاجه تاني، هتقول ريلاتيف سبيد فور اوبزرفر فور ستاتيك اوبزرفر ايكوال ريال سبيد اوف باري. ناخد اللي بعده، يلا السؤال اللي بعده. The car A move with the speed 40 km per hour and the car B move in the opposite directions by 60 km per hour. Find the relative speed of the car B. برضو observer stand on ground. يبقى منطقة البساطة هتقول له بكام؟ أنا عاوز العربية اللي هي B يبقى 60 km per hour. واحد في العربية الثانية هتقول له relative speed في اللحظة دي هتبقى V1 plus V2. هتبقى 60 plus 40 هيديني 100 km per hour. الكونكلوجن بتاعتي حاجة نفس الكلام اللي أنا قلته اللي فات، هقول له إن relative speed for the body or observer at rest equal the body speed أو لك أو الريال body speed أو لو كان two opposite bodies relative speed equal summation between their speeds. ناخد دي هنا ممكن نحلها في الجزء ده. بيقول لك calculate the actual speed of the car whose relative speed 130 ماشي and the observer move in the same directions with كام؟ with 50 كيلومتر بير اور. احنا دلوقتي عايزين نجيب الريلاتيف سبيد بتاع العربيه. خلي بالك ما هو الاثنين بيتحركوا في نفس الاتجاه، بعمل سبتراكت بتوين ذم. ماشي؟ طب انا ما جبتش ليه 50 الاول يا مستر حبيبي؟
لازم ما دام طلع لك القيمه مطلعها لك بالبوزيتيف، انت هتقول له هحط هنا اهو اعكسهم بحيث ان يطلع بالنيجاتيف؟ لا طبعا. يبقى انت عندك 130 سبتراكت 50 يبقى 80. 80 وات؟ 80 كيلومتر بير اور. دي الاوبزرفر، دي السبيد بتاع البريد. طيب ناخد اللي بعدين. هنا دلوقتي عاوز المسائل بتاعت الاكسلريشن، نركز شويه في المسائل بتاعت الاكسلريشن. كالكليت دي اكسلريشن اوف ذا موفينج كار هوز سبيد تشينج فروم 7 متر بير سكند، يبقى دي الفي انيشال. الفي انيشال بتاعتي بالنسبه لي كام؟ 7 متر بير سكند. البي 2 12 متر بير سكند. طب التايم 2.5 سكند. عايز الاكسلريشن، تقول لي الاكسلريشن في فاينل سبتراكت في انيشال او في 2 سبتراكت في 1 divided time. ال V final 12، ال V initial 7 divided 2.5، الرقم يطلع لك هيبقى متر بير سكند. اللي بعديها car move from rest، يبقى ال V initial او V1 equal 0. ال speed reached 25 متر بير سكند، ال V final 25 متر بير سكند. ال time بتاعي 10 سكند. هذا ال acceleration. acceleration بتساوي ال V final subtract the V initial divided time. ال V final 25، ال V initial ب 0، التايم ب 10، يبقى 2.5 متر بير سكند سكوير. لازم أأكد الحتة دي، سكند سكوير الأكسلريشن، أوكي؟ تمام؟ يلا نشوف اللي بعديها. أعمل بوز. طيب تعالوا يلا نشوف المسألة دي. المسألة دي هنا خلي بالكم الحذر اللي فيها بقى إن هو لاعب في اليونت. يعني إيه لاعب في اليونت؟ أنت عندك 72 كم بير أور، موف فروم ذا كار موف from with a speed، المفروض from rest يعني ماشي with a speed، يبقى دي V initial. حضرتك دلوقتي خلي بالك ال V initial لما يقول لك 72 كم بير اور، انت تعمل ال 72 تايمز 5 اوفر 10 يطلع لك بكام؟ وانت معمر 20 متر بير سكند. طب لو كان 90 كان يطلع لك 25. then the car stop، يبقى انت وانت مغمض ال V final ب 0 in 8 second. هذا الاكسليشن، الاكسليشن هنا لازم هتقول V final subtract V initial divided time. ال V final ب 0، ال V initial ب 20، divided time بكام؟ 8. يبقى الرقم اللي هيطلع لك هنا هيطلع لك بنيجاتيف ساين متر بير سكند سكوير. اللي بعديه the train move with velocity 20 متر بير سكند with uniform decelerations. deceleration يعني دي نيجاتيف. if the breaker is applied، كلمة بريكر كمان بتأكد لك ان الاكسلريشن نيجاتيف. فايند ذا تايم، التايم حضرتك هتقول ايه؟ هو عبارة عن الفي فاينل تو ستوب ذا كار، يبقى الفي فاينل بزيرو. في فاينل سبتراكت ذا في انيشال ديفايدد تايم. ماشي؟ ده ليه الاكسلريشن. كنت بقول هنا الاكسلريشن، طب انا عايز اجيب التايم، خلاص. يبقى التايم يطلع لي بره والاكسلريشن هي اللي تخش مكانها. الفي فاينل، الفي فاينل بزيرو. الفي انيشال 20. الاكسلريشن كان كام؟ نيجاتيف 2. يبقى انت عندك نيجاتيف 20 ديفايد نيجاتيف 2 ايكوال 10 سكند. السؤال اللي بعديه. يقول لك ايه؟ The car move with the speed 100 متر بير سكند. When the driver use the breaker to decrease the speed. أول ما تسمع use the breaker to decrease the speed تجرى على acceleration على طول. هتلاقي جايبها لك أهي، هتلاقي تعرف من الاكسلريشن متر بير سكند سكوير، اعملها بالنيجاتيف حتى لو مش حاططها. ماشي، كالكليت ذا سبيد افتر 20 سكند، يعني عاوز الفي فاينل. القانون بتاع الفي فاينل يا شباب هو عباره عن ات بلس في انيشال، خليكم فاكرين ات بلس في انيشال. الفي فاينل بكام؟ ما اعرفوش. الاكسيشن كام؟ نيجاتيف 4 تايمز التايم 20 بلس الفي انيشال 100، يبقى انت عندك نيجاتيف 80 بلس 100، يبقى انت عندك 20 متر بير سكند. The car move with the speed 60 متر بير سكند and the driver use the breaker to decrease the speed. تسمع كلمة to decrease the speed we use the breaker so it's decreased by 30 متر بير سكند through 15 سكند. Calculate the time required to stop the car from the moment of use the breaker. طيب بص حضرتك الأول، أنا هجيب الأكسلريشن. طب الأكسلريشن دي أعرفها إزاي؟ الأكسلريشن هي عبارة عن V final subtract the V initial divided the time. خلاص؟ طيب حضرتك دلوقتي هو بيقول لك ايه؟ الكار كانت ماشيه بسرعه 60، وبعدين الراجل داس على الفرامل السرعه قلت ل 30، يبقى انا اعتبر الاول السرعه اللي كان ماشي بيها دي 60
والسرعه اللي قالت بيها كانت 30. يبقى الـ V final 30 subtracted the 60. التايم كان كام؟ 15. يبقى انت عند حضرتك دلوقتي كام؟ 30 نيجاتيف 30 ديفايدد ال 15، يعني الاكسيشن بتاعتي نيجاتيف 2 متر بالشكل. طب انا حسبت الاكسيشن ليه؟ بص بقى حضرتك هتستخدم الاكسيشن ده، هو بيقول لك هات لي الوقت اللي العربيه وقفت فيه، فانت هتقول له التايم هيبقى بالنسبه لي في فاينل سبتراكت في انيشال ديفايد الاكسيليشن. الفي فاينل هي بزيرو اللي وقفت فيه. طب والفي انيشال ال 30 متر اللي هم، ما هو اول ما دخل الفرامل وصل سرعته 30. طب الاكسليشن نيجاتيف 2، يبقى انت عند حضرتك دلوقتي نيجاتيف 30 ديفايد نيجاتيف 2 ايكوال 15 سكند، يبقى العربيه دي وقفت في 15 ثانية. خلي بالكم مسألة من المسائل المهمة. نشوف اللي بعدين. I want to move the uniform accelerations through 15 seconds. ما حدش ينخدع ويفتكر ان دي هي الاكسلريشن، ده بيقول لك ده تايم يا حبيبي. 15 سكند. Where is speed reaches 72 كم بر اور وانت مغمض 20 متر بير سكند. اضربها 5 over 10. After 5 seconds. Then the speed reaches الرقم ده 54 times 5 over 10 عشان احولها بمتر بالسكند. تعال نشوف كده 54 times 5 equal divided 18 equal 33.75 5 over 18. سألني كده اهو 54 times 5 equal divided 18 يبقى يطلع لي 15 يا شباب. يبقى الرقم ده 15 متر بالشكل. هات الاكسليشنز. الاكسليشن يا شباب هي في فاينل سبتراكت في انيشال ديفايدد تايم. الفي فاينل اللي مشي بيها والله كانت 15. الفي انيشال كانت 20. طب التايم؟ قال لك ثرو 15 سكند ويرز. يبقى انا عندي 15 سكند subtract the 5 second يبقى انت عندك 10. 15 subtract the 5 يبقى انت عندك كام هنا؟ يبقى انت بنيجاتيف 5 over 10 يبقى انت بتتكلم على نيجاتيف 0.5 متر بالسكند. هات الانيشال سبيد اللي اتحرك بيها. ما احنا قلنا بقى خلاص. فبيقول لك ايه؟ باي موف ذا يونيفورم اكسلريشنز ايز سبيد ريتشز. خلاص دي الانيشال سبيد. ما احنا اتفقنا الانيشال سبيد هي عباره عن كام؟ 20 متر بير سكند. السؤال اللي بعده. بدأنا في الكيرفز بقى. حلو قوي مسائل الكيرفز وبتبقى مسائل مهمة. An object graph showing the car move in a straight line through the two intervals of time AB and BC. Calculate the accelerations of the AB and the BC. بصوا شباب الاكسلريشن بتساوي البي فاينل سبتراكت ذا بي انيشال ديفايدد تايم. بص بقى معايا انا هاخد الفتره الاولانيه اللي هي اي بي. السرعه اللي بدا بيها كان بزيرو. طب السرعه اللي انتهى بيها 20. طب والتايم قد ايه؟ التايم 4 ثواني. يبقى 5 متر بير سكند سكوير. طب الاكسلريشن في الفتره اللي اسمها بي سي دي لازم يكون ديسلريشن. ليه؟ لان في فاينل هي اللي بزيرو والفي انيشال كانت 20. طب والتايم كام؟ 6 سبتراكت 4 يعني 2. يبقى انت عندك كام؟ نيجاتيف 10 متر بير سكند سكوير. منشن ذا كايند اوف اكسلريشن. دي اكسلريشن ودي ديسلريشن. يبقى انت ما تتخضش من المسائل بتاعت الكيرفز، بتبقى مسائل هكذا بسيطه سهله. شوف السؤال اللي بعدين. Look to the opposite diagram which represents the motion of train from A, B, C, D. ده الانسر. ماشي؟ يقول لحضرتك منشن what؟ منشن the kind of acceleration part BC. هنا zero acceleration. اشمعنى؟ As body move with uniform speed. With uniform في الحته اللي اسمها بي سي دي يونيفورم سبيد. What is the distance covered by the object in part BC؟ المسافه اللي قطعها كام؟ والله انا الديستنس بتساوي كام؟ سبيد اوفر تايم.
السبيد هنا 60. طب والتايم اللي خده كام؟ هو خد من ثانيتين لغايه 7 ثواني يعني على 5 يعني 12 متر. الاكسليشنز اللاست 2 سكند، انا عاوز الاكسليشن في الحته دي. يبقى الاكسليشن بتساوي الفي فاينل سبتراكت ذا في انيشال ديفايدد تايم لاست 2 سكند، ادي الثانيتين من 7 ل 9. الفي انيشال والفي فاينل ب 0. طب والفي انيشال 60، يبقى انت عندك كام؟ نيجاتيف 30 متر بير سكند سكوير. اللي بعديهم the distance to displacement. تعالوا نشوف، يقول لك runner move in a straight line starting point A and end at point B covering 50 meter in the west. طيب تعالوا نشوف بقى، الراجل مشي 50 متر في اتجاه الوست ماشي، وبعدين هو move في opposite direction to the point، هو مشي من point A لغاية point B، بعد كده راح من بوينت بي لبوينت سي 30 متر بس، يعني راجل مشي 30 متر كده. In this calculate the distance. The last distance هو راجل مشي من كام؟ مشي AB plus BC. يعني مشي 50 plus 30 يعني cut 80 متر. طيب حضرتك هات الديسبيسمنت. الديسبيسمنت تعتبر شورت ستريت لاين بين ستارت بوينت واند بوينت، يعني هو عاوز الحته دي، الحته دي هي الديسبيسمنت. يبقى انت تقول له 50 سبتراكت ذا 30 ايكوال 20 متر. ارايا موف ان ستريت لاين ستارت بوينت A تو ذا اند بوينت B كفر 50 متر ات ذا ويست. زين هي ريتيرن باك تو ذا بوينت A. هو مشي من A ل B 50 متر. وبعدين رجع تاني ل A. هات الديستنس، الديستنس هتبقى A plus B AB plus BA يعني 50 plus 50 يعني 100 متر. وبعدين هات الديسبيسمنت، الديسبيسمنت ايكوال 0. ليه هي 0؟ عشان الستارت بوينت هي هي الاند بوينت. يبقى هنا الستارت بوينت هي هي الاند بوينت. ده كده الفيديو رقم 2 ان شاء الله. خلينا يعني نشوف لو احنا نقدر ناخد كمان مساله، تبقى ناخد المساله دي. The car moves from the start point A to the point B من A to B then to point C as I show in the diagram figure. Calculate the distance and displacement. بص حضراتكم الديستنس اللي جابها اخينا ده هو مشي AB وبعدين BC. AB plus BC يبقى انت هتتكلم على 12 plus 5 يبقى انت بتتكلم على 17 متر. طيب هات الديسبيسمنت، هناخد ال ACD بس سيجرام سيري، يبقى AC سكوير ايكوال AB سكوير بلس BC سكوير. يبقى انت عندك 12 سكوير هتحطها تحت الروت عشان تجيب الـ AC بلس 5 سكوير. يلا الروت انت عندك 12 باور 2 بلس 5 باور 2 equal 13. يبقى الديسبيسمنت بتاع 13 متر. اوكي ناخد السؤال اللي بعده عشان نقفل الفيديو بالمسائل بتاع الديسبيسمنت ان شاء الله. رامر بول فول فروم ذا هايت 10 متر، الكوره وقعت من ارتفاع 10 متر، الكوره وقعت من 10 متر وبعدين ريباوند فروم ذا جراوند 5 متر، نطت لفوق 5 متر فول داون. Calculate the distance. Distance حضرتك هتبقى 10 plus 5 يبقى 15 متر. طيب هات لي الديسبيسمنت، الديسبيسمنت شورت ستريت لاين بين ستارت بوينت واند بوينت يعني من 10 ل 5 يبقى 10 سبتراكت 5 ديسبيسمنت. يبقى 10 سبتراكت 5 يبقى دي كام؟ 5 متر. اوكي ده ان شاء الله حضراتكم ده الفيديو الثاني بإذن الله مولانا الكريم. احنا واقفين عند صفحة 19، هستكمل الفيديو الثاني. هو عبارة الفيديو الثاني هيحمل ايه ان شاء الله؟ هيكون بقية شابتر 1 questions مع شابتر 2 ان شاء الله. اشوفكم على كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.